شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. نعم لا يفتح عليك يا معلم الدكتور، لا يفتح عليك لأنه مؤذن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله ربنا يمتعك بالصحة والعافية دكتور أحمد. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ
الإجابة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله الله يا معالي الدكتور. الله 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 الله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله الله يا سيدنا. ربنا يديك الصحة والعافية والرحمة. الله الله الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على كذبا. الله
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله الله يا مولانا الله الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة.